ندعو باسمكم الأستاذ السعيد بويزري لإلقاء كلمة بالمناسبة، وهو شعار للإصلاح وشعار للحوار الاجتماعي وشعار كذلك للتعاليم الدينية المعتدلة والمتزنة في الإعلام الجزائري. فلنرحب بالأستاذ سعيد بويزري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، الأستاذ يوسف المكرم، الأستاذة نعيمة، الأستاذة نشيدة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. اليوم اختلطت الرياح بالشمس، بالعمران، بالرياضيات، بالفيزياء، كل هذه العلوم التي مفتاحها الأول هو ما قال خالقنا جل جلاله: اقرأ. المشهد الثاني الذي يستحق التنويه أن يجتمع اليوم في هذا العرس العلمي رجل كبير، جبل من جبال العلم، الأستاذ يوسف، مع الأستاذتين الفاضلتين الأستاذة نشيدة والأستاذة نعيمة. حينما تابعنا هذه التدخلات تذكرت المتنبي أبا الطيب حينما ارثى يعني شقيقة سيف الدولة الحمداني في ذلك اللقاء المشرق، اجتمع فيه عملاق السيف مع عملاق القلم، فمما قاله في رثاء هذه الشقيقة: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كان النساء كمن فقدنا، أقول ولو كان النساء كمن حضرنا، لفضلت النساء على الرجال. خمسة مفاتيح للإقلاع الحضاري، خمسة مفاتيح للنهوض، خمسة مفاتيح لتحقيق الشهود الحضاري. المفتاح الأول: اقرأ باسم ربك. أول أمر نزل عن طريق الوحي الطاهر على أن تكون القراءة باسم الله، ليتحول العلم إلى عمار لا إلى دمار. المفتاح الثاني: المعلم. استمعنا إلى كلمات المكرمين والإخوة والأخوات المتدخلين. المعلم مفتاح كبير، عامل نهضة، مقوم أساس في بناء الأوطان وتحقيق النهضة. قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. المفتاح الثالث: الأسرة حاضرة، أبا أما زوجا زوجة أخا أختا، أسرة الوسام، أسرة وسام العالم الجزائري، الأسرة العلمية، هذا الوطن الكبير، هذا عامل أساس لتحقيق المقاصد والغايات. العامل الرابع هو الصبر. استمعنا إلى المكرمين وهم يتحدثون عن الصعوبات والعقبات التي تواجههم، فالصبر أساس النجاح، مفتاح النجاح، الصبر على تحصيل العلم أولاً، لأن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت في ذلك البعض في حيطة وحذر. والصبر أيضا على تجاوز العقبات وتذليل الصعوبات. المفتاح الخامس والأخير هو علو الهمة، الطموح بلا حدود، القناعة في العلم مرفوضة من كل كذا. المعالي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب،
أعود مرة أخرى إلى المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. شكرا. كما عهدناك أستاذنا أوجزت وأعجزت، فبارك الله فيك على هذه المداخلة.